انطلاقاتنا متواصلة، أعود وأحييكم مشاهدينا الكرام في انطلاقات ثالث الأشواط وما يحمل أيضا هذا الشوط من جديد. البداية في منافسة الإبكار سن هو سن الحجايج، والمسافة هي 3 كيلومترات من هذا الميدان الذي نتابع فيه جديدا مع بداية الأعداد التي بدأت أيضا تأخذ طابع الزيادة في المشاركات الأولى، وبدأنا في شوط جديد وأيضا مسافة أخرى وأيضا رحلة من رحلاتنا المتعاقبة والمتواصلة على مدار 20 رحلة في هذا الصباح الجميل عبر خطوط الأصالة هنا في ميدان دستور. نبدأ بالبداية، نتابع أول منطلقات من احتلت الصدارة، من أعلنت نفسها في المقدمة هي وجود عبد الله بن معتوق العامري اللي على المركز الأول، وهناك على المركز الثاني في انطلاقة المركز الثاني مياس راشد بن سعيد بن منانه اللي على المركز الثاني، والمركز الثالث يا سلام يا سلام محمد مطحان بن قران المنصوري مع الجليل على المركز الثالث، بينما المركز الرابع بنت الشقب في المركز الرابع علي بن فاران بن قريع المري، والمركز الخامس هناك نعود مع بروك احمد محمد بن غنام الهاملي، بينما المركز السادس في هذا التواصل وفي هذه الانطلاقة عودة إلى شقرة النزال بن حرب بن سلمان العمراني، وفي المركز السابع نعود مع المركز السابع في هذه اللحظات مع صوغة سالم بن مسلم بن زفرة العامري، والمركز الثامن وين وصلنا مع انطلاقة هي حفلة المبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي، والمركز التاسع المركز التاسع عودة إلى انطلاقة جبارة ناجي بن مسفر العجمي، والمركز العاشر وين يا اخوان وين يا اخوان المركز العاشر هي جواهر سعيد بن راشد بن مفتاح الشامسي ايضا في المركز العاشر. مراكزنا 10 ما شاء الله من خلال المشاركة، ولكن التركيز على المقدمة. بنت الشقب عادت للماضي، ذكرتنا بالشقب وانطلاقات الشقب ما شاء الله في هذه الانطلاقة في هذه اللحظة الجميلة. تاريخ تاريخ ايضا، وجديد التاريخ يعيد نفسه اذا انطلقت هذه وسجلت هذه الانطلاقة ما شاء الله. بنت الشقاب علي بن فاران بن قريع المري في المقدمة، وراء هجوم هناك بدأ هجوم من جواهر سعيد بن راشد بن مفتاح الشامسي اللي انطلق على البداية، ياي بيضا جوهرة من جواهر الأصالة. الكيلو الأخير يا اخوان، الكيلو الأخير للمتابعين، المركز الثاني من على المركز الثاني على الجانب الآخر روعة سلمان محمد بن سليمان بن جبرين، والمركز الثالث هنا بالزفنة صوغة مع سالم بن سلم بالزفنة العامري. ثلاثية الانطلاق، شوفوا مثلث البداية مثلث الانطلاق. المركز الرابع أول نداء لها أيضا مياسة مطلق بن سلمان العطوي، أيضا ضيف قادم للمشاركة وهي ضيفة في هذا الميدان. الله الله، شوف المربع هذا الذهبي، المربع الذهبي الانطلاقة على القمة والبداية. مسلم يا مسلم مسلم وسالم بن مسلم الزفنة العامري يا سلام مع صوغة يا سلام هذه الانطلاقة، ولكن أرى الهجوم خلاص عبرت روعة سلمان بن جبرين أيضا من المملكة قادمة بتحدي الإثارة بتحدي القوة بتحدي الانطلاقة يا سلام. سلمان بن حمد بن جبرين بن محمد بن سليمان بن جبرين اللي على المقدمة والصدارة، وتوقع أن خلاص سجل باسم المملكة، سجل أيضا في هذه الانطلاقة. تهانينا والناموس وسلام يا المملكة، سلام على هذا الأداء الجميل الذي أطلقته أيضا هنا روعة وهي روعة سلمان بن محمد بن سليمان بن جبرين. يا سلام ما شاء الله وتبارك الله، دارت السلامات من هذا الميدان إلى كل البقاع ما شاء الله. إذا روعة على المركز الأول، بينما المركز الثاني جواهر سعيد بن راشد بن مفتاح الشامسي، والمركز الثالث هي انطلاقة صوغة سالم بن مسلم بالزفنة العامري، والمركز الرابع انذار ناجي بن مسفر العجمي، والمركز الخامس بنت الشقب علي بن فاران بن قريح المري. هذه الانطلاقة وهذه التحديات اللي بدأت مع هذا الصباح ما شاء الله. هنا نعود مع روعة اللي كانت روعة اللي كانت روعة. 4 دقائق 35 ثانية 4 من أجزاء من الثانية وتوقيتها
الزمني لتسجل بهذا الاندفاع وهذا التواصل ما شاء الله. بينما المركز الثاني ايضا كان من نصيب جواهر على المركز الثاني سعيد بن راشد بن مفتاح الشامسي اللي سجل 4 دقائق 37 ثانية، 5 من الأجزاء من الثواني، نقول ناموس. والمركز الثالث ايضا متواصله الانطلاقه، مشكور يا ابو نايد هناك مع هذا الاداء. سالم بن مسلم بزفنه العامري مع صوغه ايضا صاغت المركز الثالث بهدوء 4 دقائق 38 ثانيه وجزئين من الثانيه.